بفقرة بابليك متابعة لجمعية غير حكومية ما بتبغى الربح وعندها صفة المنفعة العامة معروفة جدا، ولكن تسلطت عليها الأضواء بعد ما شكلت أزمة النفايات الفتيل اللي فجر الغضب الشعبي بعد ما أصبح يهدد صحة أطفالنا ومستقبلهم. أزمة قد يبدو أن حلولها صعبة بلبنان أو يمكن حلولها سهلة، ولكنها بحاجة لإرادة فعلية لحل هالخطر الداهم يلي بيهدد كل اللبنانيين دون استثناء، وليس بعيدا عن بيروت ولكن بعيدا نوعا ما عن الأضواء. بتشتغل جمعية أركانسيال بإعادة تدوير النفايات من سنوات. اليوم بيشرفني أنه رحب العضو المؤسس والمدير العام لجمعية أركانسيال السيد بيير عيسى. منرحب فيك بالام تي في بزنس شانل. سيد عيسى، أنتم من سنوات بتعيدوا تدوير النفايات وبتساهموا بالحفاظ على البيئة وبالحد من طبعا مخاطر كبيرة هي كانت موجودة ولكنها برزت من شهرين أو أكثر لليوم لما أصبحت النفايات بالطرقات. خبرنا أكثر كيف بدأ العمل بأركانسيال بإعادة تدوير النفايات. شكرا لاستضافتكم. أول شيء أركانسيال من 30 سنة تعنى بالتنمية المستدامة، وفي عنا 8 برامج، البيئة واحد من هالثمان برامج، وكل برنامج من برامجنا عنده عدة نشاطات. ببرنامج البيئة في عنا نشاطات خاصة بالنفايات. أول شيء بلشنا بالنفايات الخطرة اللي هي النفايات اللي تحمل خطر العدوى اللي هن نفايات المستشفيات، بس هلأ نرجع نحكي عنهم شوي لأنه بنفايات المستشفيات الخطرة مش بس في اللي تحمل خطر العدوى، في غير نفايات كمان ضروري بدها معالجة. اليوم لنحكي بالأزمة تبع الحالية اللي هي النفايات المنزلية والنفايات الصلبة عامة. للصراحة جربنا كتير بالمدارس، عندنا برنامج التربية وإلى آخره، كل سنة منفوت على 50-70 مدرسة نجرب نحسس الأولاد ونعمل برامج مشان الفرز وهالقضايا هيدي والتوعية، ما فعلا كان يمشي الحال كتير. وقت حطينا أكت سيتويا مع أكت سوليداريتي، يعني عمل سوليداريتي تضامني مع هالعمل المواطني هي اللي هو الفرز، مش الحال كتير منيح. عملنا شيء اسمه بوشون رولان، يعني طبيت اذا بتجمعوا تون طبيت بيطلع كرسي لكل شخص معاك. هو للصراحة عم نوزع كراسي لكل معاكين لبنان، يعني ما في شخص معاك بلبنان ما عنده كرسي، بس دغري الناس تجاوبت وتون طبيت بيعملوا 500 ألف طبي. قلنا رح نجمع 3-4 تون بالسنة، عم يجينا تون كل 3 أيام، وهلأ يمكن بهالأزمة أكتر، يعني فوق 165 أو 180 ألف طبي كل يوم. تصور قديش الناس معنية وحابة تفرز، مع أنه عم نسمع بعض السياسيين وبعض بعض المعنيين عم بيقولوا أنه اللبناني ما بيفرز واللبناني ما مش مزبوط، وقت نطلب منه بيلتزم اللبناني. صلنا 12-13 سنة نشتغل بالمستشفيات، ما بفتكر الجماعة اللي بيشتغلوا بالمستشفيات جايين من المريخ، الأطباء اللبنانية والمرضات اللبنانية واللي بينظفوا اللبنانية واللي بيشتغلوا بالأكل كمان اللبنانية، وكلهم عم يفرزوا. صار لهم 12-13 سنة تقريبا فوق 80% من المستشفيات عم يفرزوا ويفرزوا منيح. دونك وهدول اشخاص لبنانيه، ما بقى نقول انه اللبناني ما بيفرز او ما انه منضبط. نعم، هلا اليوم اللبناني اذا عنده اراده الفرز مثل مزبوط. انا لبنانيه اليوم فرزت ببيتي، وين باخذ هالفرز؟ هيدي هي الموضوع اكبر من هيك، بس ما يحطوها بظهر المواطن لانه مش مزبوط. المواطن مستعد وحابب، وعملنا دراسات وعنا ارقام لهالدراسات، هدول بتقول قديش اللبنانيه حابين يعملوا ويشتغلوا. القصة لازم تبلش باستراتيجية، يعني استراتيجية وطنية، سياسة وطنية لإدارة النفايات. كمان هون لازم نعرف انه باستراتيجية وبالسياسة لإدارة النفايات ما في شيء حل مثالي بيطبق على كل البلدان. يلي بدهم محارق، هلا في جروبات بدهم محارق وجروبات بدهم تمر وجروبات بدهم كذا، بيقولوا لنا بفيينا فيه وبهذا. لبنان منه فيينا، ولبنان منه باريس، ولبنان منه سوريا. كل الجغرافيا والمناخ والنسيج الاجتماعي والسياسي ووضع الإدارة بالمراقبة والوضع الاقتصادي تبع البلد بيفرض استراتيجية معينة.
بما أنه لبنان صغير وفيه كثافة سكانية كتير والأرض غالية كتير، التمر أكيد استراتيجية التمر منا منيحة لأنه في الانسيدانس دو فونسي يعني كلفة الأرض كتير غالية، والمراقبة وفي المحافظة على الثروة البيئية وإلى آخره. الحرق كمان اقتصاديا غالي كتير، خاصة أنه نفايتنا بين 50-63% عضوية، يعني ماي يعني أكل. أوكي، الأكل فيه تقريبا 80% ماي، ما فينا نحرق ماي. اوكي، اذا 60% من نفاياتنا شو اسمه عضويه و80% منها مي، كانه عم نحرق 50% مي. اوكي، بدنا اكثر طاقه من ما راح نسترد طاقه، يعني مش مزبوط انه ويست تو انرجي، هي انرجي تو ويست. اوكي، بس سمعنا كثير انرجي تو ويست. اليوم انا حابه اسلط الضوء على اركانسيال تحديدا. نعم. اليوم اركانسيال عم بتعيد تدوير البلاستيك والورق. مش بالتحديد عم نعيد تدوير، للصراحه نحن تصورنا وقدمنا خطة وتصورنا لكل المسؤولين بالدولة. استراتيجية تبع لبنان لازم تكون مبنية على الاسترداد، على اللامركزية، وعلى السوق الحر. نعم. واقتصاد حر. أوكي؟ وطبعا لازم تطمح استراتيجية على صفر تمر وعلى صفر حرق. مزبوط، مش رح تصير بكبسة زر، مش هناك عم نقول بدنا نطمح لصفر تمر ولا صفر شو اسمه، لانه بياخذوها علينا وانه ما بيصير مش مزبوط، بتصير وبتصير تدريجيا بس بتصير اكيد. عموما عندها عوائد ايضا ماديه، يعني اليوم اعاده تدوير الكرتون او البلاستيك، يعني في مؤسسات جاهزه انها ترجع تشتري هالمواد يلي وعم تشتري في قطاع باكمل وعم يشتغل كتير وعم بيساهم بالاقتصاد اللبناني وبالتنميه المستدامه بالبلد. يعني في عندنا كذا معمل للكرتون، ثلاثه معامل كبيره بيشغلوا لفات من الناس، بيقولوا لنا انه الحرق يمكن يكلف $100 طن والى اخره. مش مزبوط، انا ببيع طن البلاستيك ب $600، يعني في $100 كلفه حرقه وفي 600 اللي انا ما قدرت بعتهم. نعم. واللي انا ببيعه اياه كمان بيرجع بيدوره ببيعه هو بين 1000 و 1200. سيد عيسى، يعني اليوم انت ذكرت انه الطن $600، يعني اليوم يلي عم بيشتغل باعاده تدوير النفايات مش عم بيشتغل بالزباله بالمصطلح اللبناني، هيدي خليني اقول شغله الى عوائد كبيره، فلازم يكون في اليوم وعي لهذا الموضوع. أكيد، وهذا بالعالم كله صار هيك، يعني صاروا عم يعتبروا المدن مثل مناجم المدينة مناجم. في كتاب طلع مؤخرا اسمه لرويفر لوردور، صارت الزبالة مثل كيف الراش جولد، منجم ذهب، ايه مثل منجم ذهب، عم يركضوا على الزبالة. وعلى كل حال عم نشوفوا الأزمة اليوم اللي صايرة بلبنان من وراء هالهجمة على الاستفادة من عملية الزبالة. هلا بدل ما تكون استفادة تنموية وإيجابية وإلى آخره، عم تكون استفادة بالشوي بالبلغصة مع الأسف، بس إنه كلهم عم يركضوا وراء الاستفادة، وإلا ليش هالمشكلة؟ اليوم خلينا نرجع على قصة استراتيجية. إذا بدنا لبنان يعمل استراتيجية استرداد، ليكون عندنا استرداد مزبوط لازم يكون عندنا مواد أولية مزبوطة، ليكون عندنا مواد أولية مزبوطة لازم الفرز يكون مزبوط، والفرز ليكون مزبوط بده يكون الفرز من المصدر، والفرز من المصدر بده توعية وتحسيس، والتوعية والتحسيس منا شغلة جمعيات لبنان يا أخضر حلو وأركانسيال وكذا، هيدي شغلة بدها موازنة دولار لكل شخص بالسنة، وتدخل بإدارة بكلفة إدارة النفايات. يعني بتصير تكلف الطن $2 أو $3 زيادة، بس الاسترداد تبعها أكتر بكتير لأنه الفرز من المصدر. وتاني شغلة اللي هي أهم شغلة هو النقل بدون كبس. الكبس النقل بكلف تقريبا بين 50-60% من الكلفة العامة تبع إدارة النفايات، مشان هيك بيكبسوا لأنه بيخففوا حجمه 3 أضعاف. بس وقت بيكبسوا ببطل المواد الأولية منيحة، بيكون ميكس، يعني بيكون مخلوط النفايات، مخلوط النفايات بتبطل المواد الأولية منيحة. نحن اللي عم نقترحه أنه ينفرز بالمنازل، ينلم كل واحد وحده كل نوع نفايات وحده، وينقل بلا كبس على مراكز قريبة، على مراكز قريبة لفرز تنوي، لأنه عطول بيطلع ديفويات، ونفرز ساعتها مزبوط البلاستيك وحده الكرتون وحده. بهالمراكز هيدي فينا نفرم البضاعة، فينا نكبسها على الأرض ونخفف لها من حجمها 6 أضعاف، لنرجع ننقلها على آخر مركز معالجة، إن كان معمل بلاستيك ولا معمل كرتون ولا تسبيخ ولا طمر إذا لزم الأمر. هيدا الشيء هيدا بيكلف ماكسيموم قد الكلفة من مثل ما عم يعملوا اليوم من جرود كسروان على الناعمة. مزبوط
كبسينهم ثلاث مخففين ثلاث اضعاف شو اسمه. بس اذا عملوا مثل ما نحن عم نقول يعني بمنطقه كسروين مركز وبمنطقه المتن مركز او مركزين يعملوا هالشيء فرز تنوي ويطلع الكرتون كرتون نظيف. نحن البلاستيك اللي عم نبيعه تقريبا ب $600 وقت الغيرنا اللي عم بيجيب بلاستيك كبير ويكون مكبوس عم بيبيعه ماكسيموم ب $200. الكرتون والورق نحن عم نبيعه بمعدل $70 و $80 غيرنا عم بيبيعه بين $20 و $30 لانه مكبوس ومجوي والى اخره. هيدي شغله مش مزبوط مثل ما كمان بعض الزملاء بيقولوا انه نفايتنا ذهب. نفايتنا مش ذهب. النفايات بتكلف مصاري مثل كل بلاد العالم بس ممكن تكلف اقل بكتير. واهم من انه تكلف اقل بكتير الكلفه المباشره في الكلفه الغير مباشره. يعني الباد براكتسز عدم اداره النفايات بطريقه صحيحه في عليها تاثير على الصحه العامه وعلى البيئه وعلى الاقتصاد وعلى السياحه بين $300 و $600 الطن. بل الافضل نشجع هالجود براكتسز اللي هو الفرز والاسترداد والفرز مزبوط مشان لنقدر نستفيد ونخفف من الضرر اللي عم اليوم في توجه ل يعني لا مركزيه اداره النفايات واعاده السلطه للبلديات للاهتمام بهذا الموضوع. يعني الا يمكن اليوم من خلال مشروعكم الاستراتيجيه اللي حاطينه انه تخلقوا فرص عمل ببعض المناطق او المدن البعيده نوعا ما عن بيروت او عن بيروت وضواحيها خليني اقول، وبالتالي بيستفيد اللبناني ولو بطريقة غير مباشرة عبر إنشاء مصنع تكلفته مش عالية من إعادة تدوير هالنفايات؟ أكيد أكيد أكثر من مصنع حتى. يعني نحن باستراتيجية تبعنا بدنا اللامركزية وضروري ليصير استرداد مزبوط لازم التجمعات يكونوا بين 10,000 و 100,000 شخص مش أكثر. مش نجمع مليونين شخص ونعمل معمل كبير، لازم بين 10,000 و 100,000 شخص بيعملوا مراكز مشان الفرز التنوي. هيك مراكز بتكلف بين $1.5 مليون و $2 مليون مع كل شيء، مع الكاميونات مع النقل مع كل القصة. أوكي، وبتصير يكلف الطن للمواطن $50. بال$50 في كلفة 30 وفي ربح للشركة $20. يعني $2 مليون بيصيروا يربحوا كل سنة $350,000 تقريبا أو $400,000. يعني استرداد الرأس المال بأربع سنين أو خمس سنين ماكسيموم، وعلى القليل بتكون شغلة مستدامة. ويلي أفضل أنه هالشي يصير بين البلديات وبين شركات تنشأ يعني social enterprise بالمناطق من أهل المناطق ويصير في شراكة بين القطاع العام اللي هو ممثل بالبلدية اللي هي السلطة المحلية والقطاع الخاص اللي هن المستثمرين بالمنطقة هيدي، ونحن مستعدين نساعدهم. عملنا هلا من بعد الأزمة عملنا هيدا دليل للبلديات كيف يقدروا يعملوا مشان ليديروا النفايات تبعهم، لأنه للصراحة البلديات غيبوهم 20 سنة بالقرار 1/2015 غيبوهم كلياً. وقت صارت الأزمة قالوا لهم طابت النار بين إيديكم، ما بيقدروا وما بيعرفوا ولا ممكن. نحن خايفين أنه حطوها بين إيديهم ليبرهنوا أنه لا مركزية والسمول is not beautiful وما رح تمشي، هات لنرجع على مونوبول كبير وإلى آخره. نحن هيدا اللي خايفين منه، مشان هيك عم نشتغل بإيدينا وبإجرينا مشان للبلديات تبادر والقطاع الخاص يبادر مشان لا يقدر يشتغل، لأنه هيدي شغلة أكيد بتكلف أقل للبلد تخلق فرص عمل كتيرة، بتحافظ على البيئة وبتربح مصاري. نعم. سيد عيسى طبعا يعني أنا بدي أشكرك على كل هالإيضاحات وكل هالمعلومات يلي أتحتها اليوم لمتابعي MTV Business Channel. أكيد للي بحاجة للمزيد من المعلومات لكل المهتمين بهذا الموضوع يلي بدهم طبعا يمكن عندهم أسئلة أكتر عندهم استعلام حول أي موضوع، منقول أنه arcenciel هن خبراء من أكثر من 30 سنة بهذا الموضوع وجاهزين كونكم أنتم جمعية لا تبغى الربح وعندها طابع يمكن العمل الاجتماعي موجودين لتساعدوا من دون مقابل أي شخص أي بلدية أي مجموعة. نحن ما نتمنى لكم كل التوفيق بكل هال خليني أقول هاللفتات يلي عم تقوموا فيها، إن كان اللفتة تجاه المعوقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة واليوم هاللفتة البيئية اللي برزت بعد الأزمة اللي عينيناها. كل التوفيق لكم بجمعية arcenciel. تسلمي، وأنا بدي أتشكركم على استضافتكم، وخاصة بدي هنيكم لأنه باللي عم نشوفه اليوم كل وسائل الإعلان عم تركض ورا السكوب ورا الفضائح، وكل ما حدا بيحكي معنا بدهم منا
نخبرهم على الفضايح اللي عم بتصير. انتم عم تسالونا كيف الحلول وكيف في تنميه والى اخره بلا ما نحكي على الجي اللي صارت او اللي ممكن بدها تصير، وهذا شيء فريد بوسائل الاعلام. انا بهنيكم وبتشكركم. اهلا وسهلا فيك سيد بيير عيسى، عضو مؤسس ومدير عام جمعيه اركانسيال، الجمعيه الغير الحكوميه واللي ما بتبغى ابدا الربح. اهلا وسهلا فيك ب ام تي في بزنس شانل. اذا تابعونا دائما للمزيد من المعلومات وصلة الوصل بينكم وبين كل ما من شأنه تنمية طبعا لبنان، الاقتصاد اللبناني والتوعية أيضا.